بتطير العقل معنا بالاستوديو اليوم، مؤلف من ولاد زوبال بس كمان من شبيبة زوبال والإدوكاتور يلي بيساعدوا كل الوقت بزوبال. رح بعرفكم سريعا قبل ما نبلش نسمع التراتيل الرائعة يلي حضروا لنا اياهم. انا بدي اقول لك هاي ميا بتيش، حضرتك مسؤولة عن الكورال ورح تلعب اليوم معنا جيتار. كمان في معي جوزي خوري على الميني كونغا، هاي جوزي. واكيد المعلمات جيزال زوين ومي ابو ملهب، اهلا وسهلا فيكم. الي جبرايل على الاورج، اهلا وسهلا فيك. كمان اميل رزق، حضرتك ادوكاتور بس كمان رح بترتل معنا. ورح ببلش بالدور، الي حصروني، هاي الي. مارون اشقر، هاي مارون، انا بعرفك. كمان عنا رافائيل رحال وجين البارد، سيزان الحاج ومارسيلينو سعادة. بونجور سيزان، نحن وعدناك انه باخر هالفقره في عندك السوربريز، اتصال من شخصيه كثير كثير بتحبيه، مش رح نقول مين، رح نتسمع نحن وياكم وبعدين برجع لعندكم. ما عندن شي، روح زورن ببيتن
ثانكس لكل اللي اجوا يحضروا سمعونا من كل البنايه واجوا ليسمعوكم. رونا حلبي كمان زميلتي وانطوني، اهلا وسهلا فيك، رح نشوفك بعد شوي على كل حال. ومعنا الاتصال لا سيزان وكرمال سيزان الحلوه اليوم من الاعلامي وسام بريدي. هاي وسام. بونجور، صباح الخير. كيفك وسام؟ انا منيح، كيفك انت؟ انا منيحه ونحن كلنا منيح وبننبسط كثير لما بنسمع صوتك. سيزان بتحبك كثير، شو بدك تقلها؟ حبيبة قلبي سوزان، بدي اقول لك انا بحبها كثير كمان، وبدي اقول مش بس لسوزان، لكل الشباب والصبايا، لمارون، لإلي، لكل اللي راح حضرتهم وقعدت انا وياهم وتعرفت عليهم، ولدي جي جو كمان. فبدي اقول لهم هالشباب والصبايا انه هن كانوا احلى شيء عملته بهال 33 سنه بحياتي، لانه هالزياره اللي رحت قعدت انا وياهم ما كنت بعرفهم فيها، كنت بجهلهم، واللي ما بيعرفهم بيجهلهم. وانا بدي اقول لكل انسان حابب انه يساعد سيزوبيل بيعتبر حاله انه مش عم بيساعد سيزوبيل، عم بيساعد حاله. وقبل ما يساعد انا بدي اطلب منه انه يروح يزور هالشباب والصبايا، يزور هالشباب والصبايا اللي يمكن ظروف الحياه ويمكن شقت الحياه انه يكون عندهم اعاقه جسديه بمطرح من المطارح، بس نحن عنا اعاقه روحيه، عنا اعاقه بالحب اللي هن ما عندهم إعاقة فيه، عندهم حب ما ممكن يتخيلوا إنسان على وجه الأرض. أنا بدي بوسهم كلهم، بدي حييهم كلهم، لأنه هالمحبة اللي حطوا لي إياها بقلبي واللي علموني إنه كيف حقيقة بيكون الإنسان بحب، بدي أشكرهم عليها كل لحظة بحياتي. ونحن كمان بدنا نشكرك. نعم. وبدي أقول لهم أهم شغلة إنه نحن البشر يمكن شوهنا صورة هذه الحياة وصورة هذه الأرض، وعندنا فرصة وقت اللي نوقف حد خاين الإنسان إن نرجع نخلي هالصورة إنها تكون حلوة. ولازم كل واحد منا بيساعد هالشباب والصبايا يعتبر إنه مش هو اللي عم بيساعدهم، لأنه ربنا بيشتغل من خلال كل واحد منا. فإذا ربنا رايد إنه يساعدهم رح يبعث كل واحد منا إنه يساعد. أنا بدي أشكر اتصالك. بعرف مارون بيستحي شوي، ما بعرف قاعد وعم بدق ومرتاح. لأنه الجو بجنن هون وسام، والشباب كلهم محمسين، وأنا أكيد بعقب على كلامك وبقول إنه الدنيا اختارتهم، الحياة اختارتهم، لأنه عندهم رسالة هن يعطونا إياها. شكرا لاتصالك وسام، نبعث له بوسة كثير كثير كبيرة لوسام. رح ناخذ وقفة سريعة وبنرجع.